على كل الاحوال هنروح نشوف مع حضراتكم تفاصيل اكتر في لقاء مع كابتن خالد ديبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ونرجع بعديها نكمل كلامنا. الاجتماع طبعا كان اجتماع طويل شوية، لان كان بنتكلم عن كل الاحداث وكل الموسم اللي انتهى، ف يعني التقرير بتاع المدير الفني كان فيه طبعا التقرير بتاعه، فكان محتاج ان احنا كابتن خطيب ولجنة التخطيط ان هي تبص على التقرير وتشوف احنا عملنا ايه الموسم اللي فات، وتناقش طبعا في التقرير يعني جزئيه واتكلمنا في كل حاجه. فالحمد لله يعني احنا يعني كان عندنا بلان كده كبير شغالين عليه في الفتره اللي فاتت ولسه مكملين فيه، حققنا منه جزء ولسه مكملين على الجزء الجاي ان شاء الله. بس الموضوع كله كان اللي فات ايه واللي جاي ايه، فاحنا خلصنا الجزء الاولاني اللي هو مناقشة التقرير وكل ما جاء في التقرير من المدير الفني من احداث من كل حاجه، ناقشنا التقرير الطبي المدربين كل التفاصيل ده كل حاجه، واتكلمنا بعد كده عن الموسم اللي جاي ناويين على ايه، نفكر في ايه اللي حققناه من الخطه اللي احنا كنا حاطينها، وايه اللي لسه ما اتحققش، وايه العوامل اللي ساعدك عشان تحقق اللي انت عايزه، او البلان اللي محطوط من سواء مجلس اداره كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط، عشان قطاع الناشئين. قطاع الناشئين محطوط له خطه كبيره واحنا شغالين عليها، والحمد لله حققنا جزء منها السنه اللي فاتت. عندنا مجموعه من اللعيب الناشئين النادي الاهلي خرجت للاعراض للدوري الممتاز عدد كبير، عندنا يعني لعيبه ابتدت تتحرك في اوروبا، وشفنا عروض ابتدت تيجي للعيبه، وانا شايف انه من اكبر نجاح بالنسبه لي انا كقطاع ناشئين السنه اللي فاتت وبالنسبه للقطاع كله، ان لما الفريق الاول احتاج لعيب لقى لعيب من قطاع ناشئين يقدر يكون موجود في الملعب وبيلعب في مكان غير المكان اللي هو بيلعب فيه، وقدر ان هو يعبر عن قطاع الناشئين ويطمن جمهور النادي الاهلي ان قطاع الناشئين فيه لعيبه كويسه، تقدر ان لما تحتاج هتلاقي لعيبه كويسه. ده بالنسبه لي يعني انا شايف ان ده لما تحط كده النجاحات اللي حصلت يعني الفتره اللي فاتت، ده النجاح نمره واحد، ان لعيب الفريق الاول احتاج لعيب لقاه ولقاه بسرعه ومحتاجش ان هو يقعد فتره طويله قوي عشان ان هو يشارك، لقاه واشتغل، والرد الفعل اللي حصل من جمهور النادي الاهلي ده حاجه خلتني ان انا احس لا ان احنا شغالين كويس وشغالين برؤيه مش شغالين بالصدفه، فالخطه الموضوعه خطه كبيره بنحقق فيها واحنا ماشيين. يعني انا بحب كده دايما ان الشغل بتاعنا هو اللي يتكلم عننا اكتر من ان احنا نقعد نتكلم او هنعمل ايه، لا يعني احنا في حاجه كده يعني شغالين عليها ان شاء الله في التطوير اللي جاي، وان شاء الله يبقى حاجه تبقى شكلها كويس وحاجه يعني تليق بالنادي الاهلي. انا شايف النتائج السنه اللي فاتت يعني جيدة جدا الحمد لله، طبعا كان نفسنا ناخد كل البطولات، خدنا 2006 و2001 2003 ما قدرناش ناخد البطولة بس كنا المركز الثاني يعني موجودين فرق نقطتين، 99 احنا كنا ماشيين اول لغاية اخر 3 اسابيع بعد ما كنا يعني الفرقة خرجنا منها 10 لعيبة راحوا للدوري الممتاز يعني، فحصل طبعا ضرب الفترة صغيرة بس رجعنا تاني مكملين، وكان في المفروض مباراة فاصلة يعني نتمنى من اتحاد الكورة بقى ان هو يقول هتتلعب ولا مش هتتلعب، يعني احنا مش فاهمين الدنيا فيها ايه، انما لغاية دلوقتي احنا يعني كنا بننافس على كل البطولات رغم ان احنا خرج من عندنا لعيبة كتيرة السنة دي. بصراحة يعني قطاع الناشئين لازم نتكلم عنه برضو ونعلق، يعني قطاع اعتقد ان هو يعني حصل فيه طفرة كبيرة جدا مؤخرا. فعلا كابتن خالد بيبو من الناس اللي بتشتغل على الارض بجد، ويمكن هو حتى في تصريحاته قال شغلنا هو اللي بيتكلم علينا وما بيحبش يتكلم كتير، وده حقيقي ظاهر في التطوير اللي بيحصل. النقطة الثانية فعلا اللي اتكلم فيها وكانت مهمة، هو بيقول لك انا عندي لعيبة لما الفريق الاول بيحتاج بيقدروا ان هم يسدوا، فدي نقطة في غاية الأهمية، وده يمكن التوجه والاتجاه الحديث
دلوقتي ما بقاش في فكره الاعتماد على بس الصفقات، على قد ما انت عايز يبقى عندك المصنع اللي بيفرغ لك يعني الكوادر اللي فعلا تليق، وده موجود بشكل كبير جدا. احنا عندنا فعلا كوادر جميله سواء 2003 اولاد النادي كمان، ما هي دي بقى. هي النادي دي. هي دي ويطمنك على اللي جاي. صحيح، وفكره كمان الحديث من كابتن خالد بيبو ان احنا شغالين برؤيه مش بالصدفه، هو ده النادي الاهلي فعلا. فتحيه كبيره جدا وبالتوفيق ان شاء الله لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي.